ربها، وللبيت رب يحميه. أكثر من 35 سنة من عام الفيل ولدت شخصية من عظماء العرب تنتمي إلى بيوتات العلم والرئاسة في أحضان شجرة مقدسة تمتد جذورها إلى إبراهيم عليه السلام، حيث النبوة والتوحيد والحنيفية. أبو طالب كبير الصحابة رضوان الله عليه، نخلة سامقة في بستان إبراهيم وآل إبراهيم، دوحة غصن كبير من هذه الشجرة المباركة، شجرة إبراهيم التي غرسها في مكة المكرمة. وعندنا فرع إسماعيل الذي هو يصل إلى النبي صلى الله عليه وآله. هذا الفرع بقي على ملة إبراهيم ولم يعبد الأصنام أبدا. هذا الفرع لم يكن مكلفا لا بالمسيحية ولا باليهودية، كان على ملة إبراهيم حتى يبعث الله فيهم رسولا صلى الله عليه وآله. فبني هاشم عامة كانوا من أقوى الفروع لقبيلة قريش، وعبد المطلب هو سيد قريش، لكن ما تم الحديث عنه حول تكفير أبي طالب وجعله مؤمنا، هذا يدخل ضمن محور الهجوم العام على آل البيت الكرام، محور من محاورهم. لكن فرضنا يعني جاء شخص ألف 30 جزء وصرف 10 سنوات حتى يثبت بأنه أبو طالب كان كافر ومات، هل تنفعه هذه الكتب؟ الحنيفية التي تنتمي لإبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. هل من المنطق والمعقول أن هذا الرجل البطل في مجال التوحيد الذي هو إبراهيم، وإبراهيم يؤسس للبيت ويؤسس للحجر ويأمر الله تبارك وتعالى من خلال إرادة إلهية بتخليد إبراهيم أن كل من طاف حول الكعبة أن يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، هذا الرجل الضخم، هل تنتهي رسالته بالمرة؟ ما تبقى لها جذور؟ ما يبقى لها امتداد؟ لا موجود الامتداد وموجود الجذور، لكن أحياناً مرة كما قلنا مرة ظاهر مشهور مرة خائف مغمور. نشأت قبيلة بني هاشم من نسل إبراهيم الخليل عليه السلام، وبنو هاشم سادة قريش، فقد كان منهم رسول الإنسانية وأكرم خلق الله الذي ولد على رمال مكة، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك اليتيم منذ ولادته احتضنته قلوب طيبة وتشرف برعايته جده شيبة الحمد عبد المطلب سيد قريش وكبيرها. وكان عبد المطلب لديه من الذرية 10 أولاد، وكان أقربهم إليه أبو طالب الذي يعرف باسمه الحقيقي عبد مناف، وكان الشقيق الوحيد لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله، وأقصد بشقيقه إنه أخوه من أمه وأبيه، وباقي أبناء عبد المطلب هم أخوة أبو طالب لأبيه من أمهات أخرى. وكان سبباً في وطادة العلاقة بين عبد الله وأبي طالب، وكان أيضاً سبباً رئيسياً في اختيار عبد المطلب لأبي طالب في رعايته للنبي صلى الله عليه وآله. فأبو طالب كهف وقلعة حصينة لأعظم موجود وهو سيد الأنبياء، ولأعظم مأمورية ولأعظم دور. يعني في شواهد القرآنية والروايات
أن الذي قام به أبو طالب أعظم مما قام به النبي إبراهيم والنبي عيسى والنبي موسى والنبي نوح وسلسلة الأنبياء والعزم. لما؟ لأنه كان من ضمن الطاقم القريب لأعظم دولة إلهية هو سيد الأنبياء. فما أن نزل به المرض حتى نادى أبا طالب وعهد إليه بكفالة حبيبه محمد ويوصيه بقوله: انظر يا أبا طالب أن تكون لهذا الوحيد الذي لم يشم رائحة أب ولم يذق شفقة أمه، انظر أن يكون منك بمنزلة كبدك، فإني قد تركت بني كلهم وخصصتك به أبو طالب محمد. تكفل أبو طالب برعاية رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان شديد الحب والحنان على ابن أخيه، فكان أبو طالب الكافل الذاب عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الوصية هي في الحقيقة إخبار غيبي من قبل عبد المطلب لكل من يحيط به ولكل من يعتقد بكرامته على الله، وقد ظهرت له الكرامات على الله، إخبار بأنه كان يعرف بأن محمدا صلى الله عليه وآله نبي، وأبو طالب كان يعرف ذلك. أبو طالب زوجته فاطمة بنت أسد ابن هاشم، ولذلك علي بن أبي طالب سلام الله عليه عندما يتحدثون عن ترجمته يقولون أول هاشمي ولد من هاشميين الأم والأب، ولم يتزوج غيرها أبو طالب رضوان الله عليه، وأولدها 4 أولاد وبنت واحدة، الأربعة بالتسلسل طالب وعقيل وجعفر وأصغرهم علي سلام الله عليه، والبنت فاختة التي تسمى أم هاني. بيت أبو طالب اللي نشأ فيه النبي صلى الله عليه وآله كان بهالبيت نخلة، ورسول الله يتكلم صلى الله عليه وآله يقول: فاطمة بنت أسد أمي بعد أمي. يقول لواحد: ما رأيناك فعلت مع جنازة كما فعلت مع جنازتها. يقول: ماذا تقول يا عمر؟ إنها أمي بعد أمي، كانت تجيع أولادها وتشبعني، تشعث أولادها وتدهنني. كان عندهم نخلة في البيت يتساقط تمر منها أو ترسل واحد يتسلق يأخذ التمر الناضج وتخبي لياهم عن أولادها. ثمهم هذه لمحمد، محمد عزيز، أعز من عقيل وطالب وعلي وجعفر، أعز من الكل صلى الله عليه وآله. ماذا تقول؟ فاطمة بنت أسد المؤمنة التي دفنها النبي بنفسه وتمدد في لحدها وألبسها بردا له فوق الأكفان، وهو يقول: أنا حدثتها ذات يوم أن الناس يحشرون عراد، فقالت: وسوأتا، فوضعت عليها بردي لتكسى من حلل الجنة. أن وفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لها، وحتى إنه هو ألبسها قميصه حينما توفيت ونزل في قبرها أولا وتمدد في قبرها، فلماذا؟ حتى لا تبتلى بضغطة القبر، وفاء لها وحبا لها. هل فعل ذلك
مع أي كان من الناس من البشر، من سواء أكانوا رجالا أو أكانوا نساء شهداء أو غير شهداء. هل فعل ذلك مع عمه حمزة؟ فاطمة بنت أسد، هذه الامرأة التي ربت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يقول هي أمي بعد أمي، كانت تطوف فاطمة بنت أسد حول الكعبة المشرفة، جاءها الطلق وذكرت دعاء فاطمة بنت أسد في حرم الإله وأمنه والبيت حيث فداؤه والمسجد بيضاء طاهرة الثياب كريمة طابت وطاب وليدها والمولد في ليلة غابت نحوس نجومها وبدت مع القمر المنير الأسعد ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد إلا ابن آمنة النبي محمد. وكيف لا يحق لعلي أن يولد في الكعبة وهو الأول ناصر للدين الإسلامي والكعبة المشرفة؟ لكن ينالون من أبي طالب لغرض نيله من علي، باعتبار علي بن أبي طالب هو ابن كافر وليس ابن مؤمن، وهذا لا يضر أحد شيئا، وهذا ضمن الحملة العامة للتقليل من شأن علي كرم الله وجهه. وهؤلاء صنفوا التصانيف الكبيرة لحقد خرج من نفوسهم. تعرضت شخصية أبي طالب إلى التكفير، وكان القصد من هذا التعرض الطعن بشخصية ابنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وذلك من القادة والأمراء والولاة الذين ساروا مع ركب السياسة الأموية. فكل الموضوع، كل المحور يحوم حول علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، واصطنعوا حتى الحديث إن عمي أبا طالب على ضحضاح بين الجنة والنار على اعتباره شيء، لكن يحسم الموقف علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يخطب بالرحبة بالكوفة وقام إليه رجل قال يا أمير المؤمنين يقولون إن أباك في النار، قال نسمع الجواب منه. وأسألك واحد، يعني أنا من أسألي عن الرجل أسأل الجيران لو أسأل ابنه، خل نسأل علي بن وعلي بن أبي طالب ممكن أن يحابي إلا يعني وهي أخاف الأمور يصير بها خلة أدب مع الإمام سلام الله، يعني ممكن أن يساوم، ممكن أن يجامل علي بن أبي طالب صاحب الحديد المحمات معاقيد. فقام إليه الرجل قال يا أمير المؤمنين يقولون إن أباك في النار، أجابه جواب سيكون مسك الختام للحديث، قال صح فضل الله فاك، كيف يكون أبي في النار وابنه قسيم الجنة والنار؟ فإذا أبو طالب عنوان من عناوين الإسلام، وأبو طالب له أجران، أجر الإيمان وأجر الكتمان. وهذه قضية الضحضاح، أول ما عندنا باللغة العربية ضحضاح من نار، ضحضاح من ماء، وقد يستعمل مجازا ضحضاح من نور. وعندنا نص عن أهل البيت أن أبا طالب في ضحضاح من نور، يعني هالة نور عليه، فهم غيروا حديث ضحضاح النور لأبي طالب هالة النور لعلي، يبعث عبد المطلب عليه بهاء الأنبياء وسيماء الملوك، وهالة نور ضحضاح النور اللي بالآخرة على أبو طالب جعلوه ضحضاح نارين. إذن واضح أنها القضية مقصودة وسياسية. ثم جاء أهل الحديث والأخبار فوجدوا أخباراً وأحاديث فدونوها، ومنها قضية تكفير أبي طالب. وعندما جاء العباسيون وجهوا هذا الأسلوب نحو أغراضهم السياسية مثل ما فعل الأمويون. أبي طالب كان شاعر وشاعر فحل، ومن نقرأ شعره نلقي به النقاء والصفاء والإيمان،
يصف رسول الله في لاميته المشهورة وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ربيع اليتامى عصمة للأرامل. يعني هذا شعر ما يطلع إلا من نفس مؤمن. وكانوا العرب يعتبرون الشعر مدونة التاريخ والأحداث للعرب، وكان الكثير من أبناء عبد المطلب ينظمون الشعر، وامتاز أبي طالب بأنه الشاعر الوحيد الذي دون ديوانه من أبناء عبد المطلب، وكان من أشهر قصائده التي تصدى بها لقريش هي تلك القصيدة العصماء التي عدت بموازاة القصائد السبع المعلقات أو المذهبات. أن النبي صلى الله عليه وآله حينما استسقى في المدينة وجاءه الغيث وذكر أبا طالب رضوان الله تعالى عليه وسلم وعليه السلام، وقال لو أن أبا طالب من ينشدنا شعر أبي طالب، فقام علي وأنشده قصيدته اللامية التي فيها وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل، فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير باطل. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. وهذه القصيدة، القصيدة اللامية لأبي طالب، تعتبر من عيون الشعر العربي، وعليها من الجهود الأدبية العلمية العديد من الشروح التي وصلت إلى أكثر من 7 شروح. وبعد فشل مشركي قريش في إطفاء نور الإسلام، ثارت حفيظتهم حقدا ونارا ضد الدعوة وصاحبها، فاجتمع رؤساء قريش وعزموا أمرهم على مقاطعة هاشم وبني عبد المطلب. ولما كان أبو طالب مؤمنا بدعوة ابن أخيه فإنه لم يستجب لمطالبهم. أنا ابن أسرة دينية تولت الإفتاء في أربيل كردستان منذ 500 سنة، آبائي وأجدادي كلهم لهم جهة الإفتاء في أربيل، والدي كان قاضي، جدي وعدنا جامع الكبير نشر نبيل الدين الإسلامي، فأنا ولدت من أسرة دينية سنية شافعية المذهب أشعرية العقيدة نقشبندية الطريقة. فمن أتكلم أنا غير متأثر بالأجواء نجف وكربلاء، وغير متأثر وغير مستفيد وغير منتفع. شخصية أبي طالب واضحة المعالم، كبيرة المعاني جدا جدا، شخصية إسلامية، شخصية ثقافية، شخصية اجتماعية، شخصية عشائرية، شخصية مملوءة حكمة، مملوءة بطولة، مملوءة رجولة. وإلا كيف هو ما يؤمن بمحمد؟ كيف يحمي محمد؟ ينشر دين خلاف دينه، مبادئ الشخصية ما تقبل هذا الشيء. لكن عندما تسمع أبو طالب يتهم بالشرك والمسلمين يصرون على شركه، بينما في ديوانه عندما يقول والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. أو ليس هذا دليل على إيمان أبي طالب؟ إذن أبو طالب كان مؤمن قريش، وأبو طالب كان من رأس الإيمان في أول أيام النبي، ولكنه يكتم إيمانه فرضوان الله عليه يوم ولد، وسلام الله عليه يوم استشهد في شعب أبي طالب، وسلام الله عليه يوم يخرج شفيعا لمحبيه. في السنة 10 من البعثة توفي أبو طالب، ذلك الرجل العظيم ناصر النبي صلى الله عليه وآله وحافظ الدين وحامل لواء الدعوة إليه. الآن توفي أبو طالب، النبي صلى الله عليه وآله قام لأبي طالب، ذهب إليه وبكى فوق رأسه، كان يحتضر، ولقنه الشهادتين، ولقنه ولاية ابنه علي. ولما توفي قال رحمك الله يا عم،
كفلت صغيرا، ربيت صغيرا ونصرت كبيرا. ولما قال إذا كملتم غسل وتجهيز خبرني، ومشى خلف جنازته. هكذا يفكر العظماء في مسيرة الحياة، ويقضون في مسيرتهم على شبح الجهل والظلام. ولكن كبير الصحابة كان الحليف الأعظم والدرع الأقوى لرسالة الإسلام المحمدية.